شجرة الدر، أو في قول آخر شجرة الدر، انقلبت لو ما تعرفش يعني على أيبك وقتلته. أيبك، أيبك أبو حميد اللي هي طلبت إنها تتجوزه واللي قتل أخطاي. آه يا عزيز، ولكن شوف دي مؤامرتها لم تكتمل، لأن مماليك أيبك عرفوا الموضوع فعاقبوها وقتلوها. إيه؟ ورموها من فوق أسوار القلعة، وفضل جثمانها مرمي كام يوم بره سور القلعة، محدش قادر يقرب منه أو يدفن، لغاية ما جم بعض الناس راعوا حرمة الموت فشلوها، خدوا جثمانها في قفة وغسلوها بالليل في السر ودفنوها تحت قبتها اللي موجودة لحد النهاردة في حي الخليفة في القاهرة. أكيد برضه عزيزي عارف اللي حصل بعد موقعة عين جالوت، لما انتهى السبب اللي بيوحد قطز وبيبرس، التحالف بينهم خلص بعد ما قضوا على الخطر المهول. خد بالك يا عزيزي، قطز كان تيم أيبك، كان مملوك عنده، وبيبرس كان تيم أخطاي، الاتنين دول اتوحدوا عشان يواجهوا المغول، الاتنين دول تجاوزوا خلافات الماضي بتاعت قادتهم وطموح كل واحد فيهم انه يحكم مصر بعد وفاة القائد بتاعه، وعملوا تحالف مؤقت تجلى في المعركة التاريخية عين جالوت، والحمد لله قضوا على الخطر المغولي.